صلي الفجر الصبح وبعدين بعد ما اصلي الفجر اخش انام شويه واصبح الصبح البس واتوجه الى الايه؟ الى المسجد في مصر. في مصر اوصل في المسجد بقى الساعه 10 اتوضا واصلي ركعتين واقرا شويه قران وبعد كده بقى ايه لغايه ما يجي الايه الظهر أأذن الظهر وأصلي بالناس وأقعد شوية لغاية الإيه بعد الظهر الغدا نتغدى لقمة وبعدين أصلي العصر وأتوجه على فين؟ على هنا على المنزل. ولسه في كم صلاة؟ نعم لسه لما توصل هنا أوصل هنا بقى فاضل إيه المغرب والعشاء هنا نعم في جنب المسجد جنب البيت بتاعي اصلي بهم الايه المغرب والعشاء وتعمل الاذان الاذان كمان يوم ممكن بقى الناس يا ايه زي ما قلت لحضرتك يقدموني يقول لك صوتك حلو اتفضل صلي انت اذن انت اصلي المغرب والعشاء واخش اتعشى واقعد مع الاولاد كده وبعدين ايه شويه اذاكر لهم احفظ لهم القران بعد كده انام بقى لغايه الصبح الصبح ويومين كده يومين Oh,
الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا
شكرا.